مرحبا، انا شيف مايا، واليوم رح نعمل وصفة كتير طيبة. بس رح اعرفكم على ضيوفي ليدا وزينة، هم اللي رح يعملوا الوصفة معي. رح نعمل باستا بالسبانخ. بدكم تبلشوا؟ اقولكم المقادير: طحين الغير مبيض هذا الباستا، وفي السبانخ عشان يعطيها اللون الاخضر، في بيض وزيت، زيت الزيتون، سميد، مقادير تبعت الصلصة، الأوريغانو والجاز كيوب عشان يعطيها طعمة، والباستو والحبق. هلا حنزيد عليها السميد. هلا رح نحطه هون. زي هيك ومنلفه. هلا انا بس رح اكسر واحد اول اشي. هلا اول اشي لما نحركه لازم بس اول اشي نكسرهم، وبعدين نروح بطيء، بعدين نسرع. رح نروح وناخذ السبانخ. هلا رح نحط السبانخ جوا الخلاط ونخلطه عشان يصير زي البيست. واحد، اثنين، ثلاثة. شوفوا. هلا خلصت. ورح ناخذه لهون. هلا شو رح اعمل؟ اخذ شوي شوي، اخذ الطحين. بعدين بصير زي عجينة. بس لسه في، لا لازم نعجنه كمان. بتغير كله. بس ما تعجني هيك، زي اعملي هيك عشان يصير حبات، بعدين لفي عليها طحين. هلا انا رح اشيله على جنب عشان انا جهزت واحد من قبل. هي العجينة الجاهزة الخضراء، شوفوا حسوها منيحة، مش كتير جافة ومش كتير سائلة. هلا رح ناخده، بس اول اشي لازم نحط الطحين. حطي هالسكينة. هلا عندي واحد. هلا رح نروح عشان نرق العجينة بالجهة الثانية. هلا رح احط كمان مرة. بقدر حدا منكم يجي عشان يمسكها هون؟ انا رح نبلش عشان نعمل الصوص. ناخذ الثوم نقصه. هلا بتعرفوا شو رح نعمل هلا؟ هلا رح ناخذ الحبق، ومش كله، رح ناخذ زي هلا منيح هيك منيح؟ احنا غسلناه عشان يصير. هلا انا بس اشوف انه قديش بيكون. هلا ناخذ الثوم هون. هلا رح نجيب اشي عشان نحركه. هاد كتير منيح، احسن من اللي بتاخذوه من المحلات. شوفوا ها بدوب. هلا بيدوب مع التحريك. هلا رح نزيد عليها الباستو. ريحتها كتير زاكية. انا بزيد عليها الاوريغانو. هلا رح نزيد عليها الملح البحر. بدك تزيدي عليها؟ اوكي. كله؟ لا طبعا لا. كله. هلا رح ناخذ الباستا من هون ورح نحطه عشان سخنت المي. نغلي بمره واحده. هذا زيت؟ طبعا. وهون الصوص استوى. هلا لازم اجيب
عشان نسكر. تقدروا تجيبوا الصحون؟ اوكي. شكله طيب صح؟ وكتير كتير كتير مفيد. شكرا لي دوزينا. شكرا مايا. شكرا مايا.